الشيخ شمس الدين. والله يا اخوي والله نعزك ونشتيك بصح تيجي لك الصحفي بتعرف النهار هو الكومبيس ديالنا لنهار اليوم. اليوم حلقة سبيسيال باسكو رايحين نتقدوا على شخصية يحبوها بزاف الجزائريين. الشيخ شمس الدين الجزائري هو الفيكتيم تاعنا اليوم. يا درا زعما يقدر يشد روحو الشيخ شمسو. السلام عليكم. صديقي كيف حالك؟ حاضر شيخ آخر. السلام عليكم. السلام. يا الله. يا الله محمد رسول الله. الآن يجيك إن شاء الله. يا الله يا الله. تفضل تفضل. من نرجع كرسي بالطوش كيف يكون هذا؟ ماشي خلاص هاني من نرجع شو يا الله يا الله يا الله ها جميل بتشوفني شو كنت نقولش يا الله هذا اسمه الشيخ شمس الدين بده يأمن. لا إله إلا الله. كيف أصبت وحك وصلت به البوض؟ خدمان والله مين واحد في الشارع ده ممكن بدك تعافل اليوم خلاص. لا هذا ابتلاء إن شاء الله وتبرأ وتخرج إن شاء الله. هذا الإرهاق أنت الإرهاق 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 حتى طحت. الناس يطرحون من الإرهاق أنا صارت لي هذا خليك إن شاء الله السلام إن شاء الله لا يكون وإلا خيال. هذا الدكتور دكتور صلح دكتور شوفك أنا بدك تقول لي خمسة حتى السعد تخرج الله 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 كنت لسجل في حالك كنت دكتور وش حالته وش هو لا يعلم وش به احنا ديرو في التحاليل من الصباح اصبر اصبر الشيخ يزن تعبير اصبر 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 لازم تصبر وانتبه وش يقول لك الطبيب اهدا استغفر 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 ريح 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 استغفر ريح 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 تسمم غذائي ربما تسمم انا اقول ارهاق انا دخل استاذي الارهاق هذا يخدم انا معاه يخدم شفت عود الشيخ العود خلي يعني هدن هدن روحك انت اهدى اهدى يا حبيبي اهدى حلقك حبيبك في السجن يا راح جامي جامي صارت ياكل جامي ما تفش نقعد ما تتحركش الشيخ يتصل بي امين ضري يشوفك الشيخ برك مره اثرت عليا جات كنيسة من الغرب بنت وقيلة بعض سكات جالي جالي ولا جن من ألمانيا قلت لها خلى لها فورمون خلى الله خير جاي لك انت عندك 15 يوم انت مش ما في الدار جاي لك جن مجنون هذا هكذا اجي واللي انت عندك واحد البلاغه قصر يا شيخ ما على بالك شو راح يسنى فيك عارضك انا عمدا انا اصلا استاذ ماده اللغه العربيه لو شئت انا اتفصح لتفصحت ولكن خاطب الناس بما يفهمون انا يبقى تقول له عجاب ما تقولش النقاب عندك طريقه خاصه عجاب زبون منير اوليزم وش الفائده؟ ما هذا بلا ما الشعب يسمع اسمع اني ادعو الله لك ان تشفى ان شاء الله واستعين بذكر الله واصبر الناس وصلوا حالات انت حالات عبد النعناع ايه لكن بس بسم الله اوفقك الله يوفقك والله يشفيك من كل داء مديري والله ما تحرك يا شيخ ما نقدر ما حافظ هذه غلطه شو مشكلة شو مشكلة انا كنت حاجة بيتزا ولا عبسة ولا مش عمي صارت لي هكذا شيخ ايه انا مش عمي صارت انا صارت لي يكفي انا صارت لي ما كليت انا واحد من فستق عشيت هلقا عشيت من داري تاع المانيا هذه كي اللي قلت لها وجابك للواد خليتي تاع بولونيا خليتي تاع الاخر جيتي للجزائر هذيك هي الله
دوك حنا نرقي للشيخ. يا دكتور يا شيخ حاتم شو من قاعدة في القرآن ذوك يا الحاج زعما كيف يا تصلي كل حاجة ما تصلي انت طيب ليه صعب علينا؟ ليه صعب خلنا نسجل بك حاجة ما فطرت مولا شو معك؟ عطيني معك شيخ شمس الدين ديري معك حبسني السلام عليكم أهل الحاجة أنت يا أبي خير أنا الشيخ شمس الدين تاع النهار الله يحفظك باش يدخل والله الحمد لله نحمد الله ونشكره باش ما تقلقيش برك وليدك هو مريض فهمتيني هذه باش تكوني عندك عملي هو مريض والحمد لله على أن صح واش عنده يبدو لي مازال اطباء مجيو في التحليل وقيل توكسيكاسيو ها الطبيب يصلح يصلح الامور واش بالقديمه السبيطار ولا وين راه واش من جهه راه في المستشفى في غرفه خاصه في المستشفى واش المستشفى راه فين واش المستشفى دقيقه نقدم البروفيسور والله ماني عارف المستشفى ها تفضل استاذ السلام عليكم السلام ورحمه الله لا بس علي وليدك ان شاء الله مش من المستشفى رحتي هذا السكر السلام عليكم كوبات خلاص صبرت الله ان شاء الله برك السكر عندي السكر اخسر السكر اسمي ما لديها الله يحفظك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين شيخنا حبيبي اسمع واش انا نقول لك اهدأ ما تقدرش تيماجين اني عارف اللي الم كبير ما تقدرش تيماجين اصبر والله يخليك اصبر سبحان الله عارف ديك كلمه واش قلت لك الم كبير الم كبير ولكن عليك ان تصبر والصبر غادي هو في الحقيقة كي كان ممنوع كان حقك شوية ولد بالحيطة والحذر كان شوية ما تخدش نعود حصانة ايه ما نتخدش ولكن سلمت عليه وقلع سلمت عليه وبشيخ حفرت مالا غير نحي هذا كيف يا شيخ كي اسمه مخد بشيخ حفرت مالا غير نحي هذا كيف يا شيخ
ولكن من باب المحبة وصف أخي. أها خلات عليك يا شميسو. اسمع انا مانيش هكا واش صاري انا جاني قال لي اون ايرجونس وانا اللي حسب المستشفى خلاص السلام عليكم. لا اصبر الشيخ تعاون فيه باش نهزوه بالك نهزوه على احنا طف ديزي ميتاج باش دير لي لا شامبر نيمو 418 راني مشغول والله راني مشغول من فضلك عاوني هاني انا باش تعاون فيه المهم دير واش يقولوا لك واش انت ربما دوك نشوفوك ولكن نديرو لك راديو ولا شي ربما واحد الفيروس شويه خطير أقع أشهر بشر هي آية الشفاء يوجد بسرعي أكثر ترى أبي بالله سيطان ما شفت من المسؤولي يا الله يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الشيخ شمس الدين حب يقلع عنه المسيح حكمه طبيب هيا هدأ نفسك سبحان الله هدأ نفسك هو هذا ضعيف ولا يتقلق كيف يحط إرهاق نزل جبشي ودي إرهاق وكان يقول أنا كنت في تيندو تيندو في تيميمو تيميمو ما تروح الوهرة وها المعسكر سيدي بن عباس وبيت خط البارح وانا يسجل بك وزي بتكراني تعالى انت أزرك عظيم يا رب العالمين هذا الماء يداويك مثلا غير هذه اللي ما كنت سنى فيها يا شيخ لا إيبولا بعدها هاي 18 هي ايش اللي كيف اللي تقول كي تكتر انت بالك هكا مش عارف عمرك 45 ولا مش عارف 50 هذه 14 هذا كي تكتر 14 8 تقول بالحياة لا عندك كمان نسمع لا يقول الخير شدني خاطرني عندي تسجيل وغدوة لازم نسافر وين يسمو في الشعب تاع النابة كلها والله يا 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 والله يا